ردت الحكومة النرويجية الثلاثاء في بيان ختامي على استئناف قدم لإحدى المحاكم ضدها يتحدث عن أن اليميني المتطرف القاتل أندرس بيرهنغ بيرفيك يعاني العزلة في سجنه، وهو معتبر انتهاكا لحقوقه الإنسانية بعد أن قال الأسبوع الماضي للمحكمة أن زنزانته حطمته وزادت من تطرفه وفي أفكاره النازية التي يؤمن بها. وسعت الحكومة خلال جلسة الاستماع التي انعقدت داخل سجن شديد الحراسة في جنوب النرويج حيث يقضي بيرفيك عقوبته إلى التأكيد على أن لديه اتصالات مع الناس بشكل يومي يشمل لقاءه الأسبوعي مع كاهن حيث يمكنه إجراء محادثات سرية. وتفصل المحكمة في القضية في شباط المقبل. بيرفيك يقضي عقوبة السجن لمدة 21 سنة بعد ارتكابه مجزرة قتل فيها بالقنابل والرصاص 77 شخصا في 2011. Come from the Vienna to